بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم الإخوان. أهلا وسهلا بكم الإخوان في لايف جديد تحت عنوان التطبيع والمآلات ديالو في ظل ظهور مؤشرات من الكيان الصهيوني والنيات ديالو. إذن أهلا وسهلا بعد السلام، كنسلم عليكم كاملين الإخوان. الموضوع ديال اليوم موضوع مهم جدا، موضوع اللي مزعزع المغرب من نهار من مدة يعني. أهلا عبد واحد، أهلا أمال، أهلا كل شيء. نرجعوا للسلام. بداية بغيت نشير واحد، وإلا سمحتوا لي غنشير واحد النقطة. كيف ما كتعرفوا كاين حظر التجول بداية من تسعود ديال العشية. أنا كنشوف واحد 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 ظاهرة، واحد الظاهرة قبيحة. هنا كنشوف العيل مضاربين مع البوليس، كيلعبوا معاهم كاش، يعني البوليس يدور من هنا يطلع من هنا، يدور من هنا يطلع من هنا، والناس ما فاهماش ان حظر التجول. بغيت نعرف واحد القضيه، انت وانت اللي طالقين ولادكم للزنقه كيلعبوا مع البوليس قاش وكيكسروا حظر التجول، واش كتعرف شنو هي الخطوره تاع كسر حظر التجول؟ واش كتعرف انها جريمه يعاقب عليها القانون؟ واش كتعرف ان ولدك لا شدوه راه يقدر يتحاكم فيها الا بغاو يحاكموه؟ واش هذاك الدري اللي انت طالقه في الزنقه واش ما عارفوش انه راه كيرتكب جريمه مخالفه للقانون؟ ما عرفتش ان هاد الدراري واش كتراقبوهم ولا ما كتراقبوهمش؟ فينا هو الاب؟ فينا هي الام اللي طالقين هاد الدراري كيلعبوا مع البوليس قاش؟ البوليس يدور لي من هنا ويدور من هنا، وهما يخسروا في الهضره ويلعبوا كيضحكوا وما على بالهمش، ولا حتى يشدوا لك ولدك عاد تبدا تبكي ولا تمشي تفاصل عليه ولا تمشي يعني كانت هذه بين قوسين نهضروا في هذه النقطه. هذه زيروا ولادكم شويه، والناس اللي ولادهم خارجين الزنقه راكم كتاكدوا انكم ما مربين والو. يعني اللي طالق ولده خارج في هذه الظروف هذه راه ما مربي والو، راه باين ما مربي والو. يعني هذه نقطه على جانب للاشاره لهذه النقطه هذه اللي كتمرض فعلا، كتشوف ان البوليس كيضل يجري معاهم. راه لم تحطك البوليس في راسو وزادوا القوات وداروا لكم غير واحد المصيدره يشدوا عباد الله، غتمشيو تتفاصل عليهم، والله تتفاصل عليهم. ما علينا، كيبان لي بحال كان خويا المفرم لهذا الشيء. قلناه. نرجعوا لموضوعنا الاخوان اللي هو اهم من هذا الشيء كامل، موضوع التطبيع. بدايه غنقول لكم على واحد التويته دارها واحد الصهيوني اليوم في تويتر. سمعت التويته اش كتقول؟ تيقول لك سيدي التطبيع مع المغرب جميل، واجمل ما فيه هو ان نساء المغرب اجمل نساء العرب، وان المغرب بلد جاذب للسياحه. 3 بوان سسبونسيون. اي يا سي محمد، يعني اليهود فرحانين انهم جايين لبلادك على قبل السياحه الجنسيه. يعني ما قالهاش مباشره ولينا راها باينه. هنا غادي نشير لواحد النقطه باش ما نكذبوش على بعضياتنا بزاف وما نهضروش بزاف في النقطه. هو التطبيع راه كان من زمان، ماشي ما كانش، غير دابا ولا بشكل علني. نحنا كاشخاص مع توجه الدوله في المسائل ديال حمايه التراب الوطني ومغربيه الصحراء والدفاع عليها، هادشي كلشي ما نختلفوش عليه نهائيا. انما يؤسفني انه تم خلق الاوراق وتم الانبطاح بهذا الشكل هذا تحت عنوان يعني بالحاجه واحد الحاجه اللي ما تقالش مسكوت عنه. يعني نضرب الجزائر بهذه القضيه ديال التطبيع والاعلان ديال ترامب على مغربيه الصحراء. الصحراء اي عباد الله راها ما كتحتاج ترامب ولا امريكان يعترفوا بها. اي غتنوض تقول لي الناس المطبعين غيقول لي ودي راه المغرب دار هذه المناوره باش يثبت. حاولش غتثبت، راه لا علاقه بين الامرين. والكارثه الكبرى وهذه الضربه القاضيه لحزب العداله والتنميه، يعني السي العثماني بلا 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 بلا،
داك البلا بلا 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 ديالك انت، يعني انا كان عندي في نفسي بقيه شويه من الاعذار المنكره. وريني في هذه الحريره هذه، ما بقى ما يتقال. صافي، السلام عليكم. يعني بركه من الكذوب وبركه من النفاق، هذه راها سقطه اللي لا رجعه عنها، يعني بلا من تعريت من الاخر. اوكي، موضوع التطبيع. بزاف الناس كيناقشوا، تيقول لك اليهود غيجيبوا السياحه، غيجيبوا استثمارات، غيجيبوا. دخلنا عليكم بالله، دخلنا عليكم بالله، لا اللي قارين ولا ما قارينش. فين عمركم سمعتوا على يهودي جاب الخير؟ يلا دخلنا عليك بالله، فين عمرك سمعتي على يهودي جاب الخير؟ ما كنهضرش على صهيوني، خلي صهيوني. ملي كتقول انت يهودي اش كتقول؟ اوتوماتيكمون. وحنا عارفين اليهود كانوا عايشين معانا، وكاينين اللي باقيين عايشين معانا. واش اليهودي كيعطيك بلا ما ياخذ؟ واش اللي مغتصب ارض وكيقتل في الاطفال وفي الفلسطينيين ومحاصر غزه اكثر من 10 سنوات دابا، غادي يحنفك انت؟ انا نقول لك رايي، وهذا رايي يخصني انا، ما يخصش شي واحد، رايي كيخصني انا. انا كنظن ان اليهود جايين باش يحميو اطماع ديالهم قديمه في المغرب، وهذه الاطماع تاريخيا كانت كتقول ان تيودور هرتزل كان كيفكر يدير وطن لليهود في المغرب. كانت من الخيارات اللي عنده، كان عنده المغرب. والموت تاع تيودور هرتزل هو اللي خلى القضيه كتشونجا، وبانت القضيه، الفكره القديمه الجديده ديال 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 فلسطين. فالاخوان، انا ما نكذبش عليك، انا عندي حرقه في قلبي صراحه. بقدر ما انا مساند الدوله المغربيه في قضيه الصحراء، وعارف المناوره اللي دارت، ولكن المناوره كانت بثمن، ما غنقول لك، ماشي باهي، ثمن فظيع. المغرب كله مساند الدوله، ومساند الملك، ومساند الحكومه، لا هذه ولا اللي غتجي ولا اللي غتجي وراها، في قضيه الصحراء لا شك في هذا الامر. لا فرنسا ولا اسبانيا ولا امريكان ولا الاتحاد السوفيتي ولا روسيا ولا الصين ولا الجابون ولا جمهوريه المغول، كاع مملكه المغول القديمه، تقدر تحيد موضوع الصحراء. الجزائر، حكومه الجزائر، هنا ما نهضرش على الشعب لان لا علاقه للشعب بالامر، حكومه الجزائر ولا العساكريه تاع الجزائر ما غيصوروا والو، ما غيقدروا يديروا والو. شي من اللي غتحمى هذه القضيه غينزلوا المغاربه يتحاربوا ويتقاتلوا على بلادهم. خلينا حنا كنضادوا مع الدوله ديالنا في شي حوايج، وكننتقدوها في شي حوايج، ولكن ملي غتحمى هذه القضيه راه ديك انت مغربي اللي فيك غتحركك وغتمشي تدافع على الصحراء. يعني ما كاينش شي واحد اللي غيرفض. الموضوع التطبيع شوهنا، فضحنا. كاينين دابا الاسرائيليين اللي ولاو كيهلوا، دخلوا على المواقع الاسرائيليه ولا القنوات الاسرائيليه وتفرجوا شنو تيقولوا على المغرب. فرحانين انهم غيجوا السياحه الجنسيه عندنا وعيالاتنا حنا. وما تقوليش ليا انت، مع احترامي ليكم، ان الدريات اللي تيفسدوا غتخرج تقول لي لا انت اسرائيلي، لا ما نديرش معاك، وانت فرنسي ندير معاك. البنت اللي خارجه الطريق راه باغا الريال من الاخر، وغتشوف فيديوهات وغتشوف كواريت وغتشوف، وغيجي عندي شي واحد غيقول لي لا هذوك راه خوتنا المغاربه اللي كاينين في اسرائيل والجاليه المغربيه المقيمه باسرائيل. نقول لهم الله يوعي عليك في وجهك، ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا، ما عندناش حنا جاليه مغربيه مقيمه في اسرائيل. عندنا يهود كانوا هنا وتصهينوا ومشاو للبلاد اللي عندهم الولاء ليها. من الاخر خليك من ديك الله يعمر بارك سيدي، الله يبارك في عمر سيدي وتخربق اللي تيقولوا هما. اليهود الولاء ديالهم الاول والاخير لاسرائيل، بغيتي ولا كرهتي. اليهود جايين وغيتشراو عقارات وغيتشراو شركات وغيتشراو بزاف تاع الامور، لان المغرب ولا منفتح، ولا انفتاح اقتصادي، وطبيعي ان الناس غيجيو يستثمروا. وانت المستثمر ما كتقولش واش انت صهيوني ولا فرنسي ولا التوجه الفكري ديالو ما كيهمكش، كيهمك الدرهم. يعني ماشي بعيد انك ترجع كمغربي، كمواطن مغربي، ترجع خدام في بلادك عند يهودي اللي جاي وغيستعمرك بقوه القانون وبحقه، غيشري شوي دير لي انت.
الناس اللي كيقول لك لا راه اليهود غيجيبوا الفلوس وغيستثمروا وغيخدمونا ويخدمونا، رزاق الله رزاق الله، يرزق الله من يشاء بغير حساب، الله الغني على هذه الاستثمارات اللي غتجيب اسرائيل. وريوني دولة وحدة، نتحدى أي واحد وريوني دولة وحدة طفراتو من الانفتاح والانبطاح لإسرائيل أو للشراكة مع إسرائيل. دولة وحدة دارتها مصر سنين هذه 40 سنة ولا كذا 30 سنة، والو. شوفوا مصر دار، دارتها الأردن والو. شنو غدي من وراها؟ شنو غدي من وراها؟ شنو غدي من ورا إسرائيل؟ كنتي على الاقل، على الاقل كحكومه مغربيه على الاقل بغيتوا ديروا هاد المناوره، ايوا دير مناوره بدون ما تفتح المجال الاسرائيليين يدخلوا عندك، بدون ما يدخلوا عندك، لان ما داموا دخلوا عندك راه حريره تما. وحنا كنهضروا خوفا على المغرب وغيره على المغرب وخوفا على حكومه المغرب من شي مناورات اللي هي ما تقدرش عليهم، لان الاطماع الدوليه في البلاد راه معروفه. حنا ما نبغوش المغرب يتاذى، حنا لا هضرنا على المغرب هضرنا غيرة عليه. حنا مع الحكومة سيدي بزاف تاع الأمور، مرحبا، ولكن ملي كتولي البلاد مهددة فراه اسمح لي فالقضية راه أكبر وأكبر 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 من الحكومة المغربية. هي راه غيجيبوا لك ليهو استثمارات. والطامة الكبرى، سمع الطامة الكبرى والناس اللي كيتفرجوا متبعين غادي يشوفوا آخر فيديو داروا نتنياهو من بعد ما تكلم مع الملك ديالنا، دار مكالمة ودار واحد الفيديو وراه كانت الخريطة ديال المغرب. سمع الخطورة ديال القضية هذه. نتنياهو قال كاع اللي طبعوا معاه صرفقهم كاملين. المغرب شنو دار ليه؟ ياك درنا المغرب تطبيع مقابل الاعتراف، هذا هو الشيء اللي معلن وغير معلن، يعني طبعنا وبالمقابل الامريكان اعترفت وغيديروا عندنا، غيديروا عندنا قنصليات. حتى هذيك مغربيه الصحراء نتنياهو ما دارهاش، كيهضر قال لك غادي يجي المغرب مثلا، هذه هي خريطه المغرب، قال لك غادي يجي المغرب من اسرائيل، طيارات غتعود من اسرائيل غطير المغرب. والصوره ديال المغرب، والصوره ديال المغرب اللي وراه خريطه المغرب مجزأة ما فيهاش الصحراء المغربيه. يعني اقل حاجه، اقل حاجه، اقل حاجه ما دارهاش. يلا فينا هي الحكومه المغربيه اللي تبين على قوه الشخصيه ديالها وتنوض وتحيح على جد باباه الكلب؟ كيفاش انت ما ديرش ليا، ديرش ليا الخريطه ديال المغرب وفيها الصحراء المغربيه؟ يلا نوضوا، نوض السي وزير الخارجيه، يلا السي موريطا بالهضر، يلا فينا الغيره على البلاد؟ يلا سيدي حنا معاك، يلا قول نوض سيدي حيح عليهم على هذيك الخريطه اللي دار نتنياهو في الفيديو ديالو، راه مسجل ودار بوم في المغرب وكل شيء كيضحك علينا. نتنياهو كيهضر وعرفتي السخريه وديك الضحكه ديالو الشريره وداك داك التحماري ديالو دايرها وكيبين لك المغرب مقطعين منه الصحراء المغربيه. راني هضرت مع جلاله الملك، سيدي جلاله الملك، وهادي وضحكنا ودرنا ودرنا وفعلنا، والطياره غادي تجي من اسرائيل غادي تجي للمغرب والمغرب مقطع منه الصحراء المغربيه. هذا هو، هذا كتسنى منه خير؟ هذا اصلا نتنياهو غيتشد في الحبس، غيتحاكم وغيدخل. واليهود اللي كيهلوا وتيقول لك المغاربه وبلادنا ومشوا نزوروا جدادنا ونزوروا هذوك ولائهم الاول والاخر، بغيتي ولا كرهتي ولا كذبتي على راسك ولا نافقتي راسك، ولائهم الاول والاخر لاسرائيل. كون فيهم الخير ما غاديش يخلوا المغرب ويهربوا، كون فيهم الخير ما يخلوش المغرب ويهربوا. يعني الاخوان الناس اللي كتطبع وكتهلل، دابا كاين واحد طبقه كبيره في المغرب اللي داخله وكتهلل وتطبل وسكتوا لا وهذه الاخوانجيه طاطاطي. حنا ما اخوانجيه ما والو، حنا انا ما عنديش توجه سياسي معين، انا مع المغرب في اي حاجه كتساعد المغرب فيما يرضي الله، فيما يرضي الله، اي حاجه تنمي بلادي بما يرضي الله انا معاها، اي حاجه فيها مصلحه المغرب بما يرضي الله انا معاها، اي حاجه تهدد سلامه المغرب واراضيه انا معاها، اي قرار خداته الحكومه كيضمن الوحده الترابيه بما يرضي الله انا معاها. انما من حقك مسلم، لان ولائي الاول والاخير
وحنا هكذا خصنا نكونوا، الولاء الاول والاخير ولاء لله سبحانه وتعالى، الولاء الاول لله سبحانه وتعالى. عاد الامه الاسلاميه، عاد بلادي المغرب، لان الدين كبار من المغرب وكبار من الوطن العربي وكبار من الوطن الاسلامي كله. فما تنوضوش نتوما اللي كتطبعوا وكتهلوا وكتقولوا ان التطبيع راه في صالح المغرب وغتدخل استثمارات وغتغريو الشعب. واش كتظنوا ان اسرائيل جايه باش تستثمر عندك؟ ها اسرائيل اللي حطت عندك ريال غدي منك 100 ريال، غدير منك 1000 ريال غدي منك، اللي حطت مليون غدي مليار، والله لا داروا عندك شي حاجه مفيده. كتقول لي السلام مع السلام، السلام مع اللي مغتصب، مع اللي كيقتل، واش عمرك شي قتال كيدير السلام؟ فين كاينه هذه؟ واش عمرك شتي واحد خبيث كيجي منه الخير؟ كون كان فيهم الخير كون خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم حداه، ياك كانوا حداه وصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تاعي، كون خلاهم حداه. انما الاخوان الامر راه خطير جدا، والناس كتضحك، وكاين اللي ما كي كل ما عايقش، لا ما فاقش هذا الموضوع، ما عارفوش كاع فين كاين. وهنا علاش ما عارفوش فين كاين؟ لان الوعي السياسي عندنا والناس مديها في الخبز، ما طيشه بطاطا هذه وصافي، ما عارفينش. ودخلناك بالله ملي 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 نصور لك هاد التويته هذه، دخل شوفها، غنلوح لك واحد المنشور، دخل شوفه وشوف التويته شحال مؤلمه. جميل التطبيع مع المغرب، واجمل ما في التطبيع مع المغرب هو النساء ديالو، النساء ديال المغرب اجمل ما كاين. وانا ادعو اخوة المواطنين الاسرائيليين باش يستغلوا هذه النقطه ويمشيوا ويستمتعوا ويديروا، يعني فساد وغيتزادك فساد اخر، فساد على فساد، وحنا زوينين حنا ناقصين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نقراو شويه ديال التعليقات، اجي نتايا نعس نعس، خلينا نكملوا مع الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عبد الصمد خويا تستاهل، أخويا تستاهل، قد تستاهلوا. بلال لا لوم عليهم، لوم على آبائهم، فعلا راه الوالدين ما كاينينش أخويا بلال. السلام ورحمة الله، الله يهدي ما خلق وصافي كل شيء خير، رجل الأب هذوك بوحدهم هذوك. السلام السلام. عبد الواحد يقول أنا اللي صدمني ماشي تطبيع الدولة، ولكن شي واحدين من الشعب بداو كيشجعوا التطبيع، كارثة. موجودين عبد الواحد، موجودين بزاف المطبعين المهللين والمريقية، المريقية موجودين. انت عارف راه كاين شي واحد في البلاد يعطيها الدرهم يبيع لك موبه، ماشي غير البلاد، فهمتين، يبيع لك، يبيع لك الحكومة، يبيع لك والله تيبيع لك. هشام مصيبة كبيرة، هي الصهاينة ديالنا محسوبين المسلمين هما أكثر صهيونية. موجودين أخويا، موجودين المتصهينين المغاربة راه كاينين، وكاين اللي ملحدين راك عارف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لطيفة، علاش بقيتو تابعين معتز مطار؟ ها نخربق ليكم موازين، هذاك غير الحاس كابون مالو ما كيهضر على تركيا واردوغان اللي متب اللي متابعين. اوكي انا نقول لك لطيفه، انا ما كنتبعش معتز مطر، ومعتز مطر تنقول عليه دائما انه انسان ما عندوش وعي كبير، وعي وثقافه كبيره. معتز مطر غير مقدم برامج، اللي كيدير معتز مطر وراه بزاف ديال الناس اللي كيديروا لي برامج. معتز مطر ما يقدرش يدور لي دماغي، لانني انا كنعتبر نفسي اكثر وعيا منه. الفرق بينه وبينه انه هو مدعوم، ولا جيتي تشوف راه قرا سمعي غير اللغه ديالو باش كيهضر، كيغلط بزاف، كيغلط بزاف. انما مع الاسف معتز مطر عنده الحق داكشي اللي تيقول، ماشي هو غيسيرني وغيوريني. حنا قرينا قبل من هاد التخربيق ديالو، هو قرينا هاد الاوضاع كيفاش دايره، ومتبعين القضيه ومتبعين هادشي كامل. ماشي معتز مطر اللي غيوريني الحق من الباطل. لطيفه نو، هذه غير رسميته. وبالنسبه لاردوغان هو راه غير جوج حلقات، هذه شي 3 ايام، هذه تبعي، رجعي تبعي الحلقات ديالو، هضر على اردوغان وهضر على محاوله تطبيع اردوغان، وجاب ناس من تركيا وجاب واحد الصحفي تركي وهضر مزيان على هذا الموضوع هذا. يعني هذه النقطه هذه اللي شرتي ليها انا ما متفقش معك نهائيا عليها. ومعتز مطر ما يقدرش يغيرني على بلادي، الحق حق، الحق واضح ما منوش هروب. الحاجه اللي غادي تبان هي الصهاينه ديال اسرائيل، غادي يكتشفوا ان الصهاينه ديالنا فوقهم. هذه غير هضره خاويه عبد الواحد، لان الصهاينه ديال اسرائيل هذوك هما الاساتذه، خرجوا وخلاو التلاميذ هنايا. دابا الاساتذه غيرجعوا يشوفوا التلاميذ فين وصلوا، فهمتيني، وغيتلاقاو عندنا التلاميذ اللي ولاو اساتذه مع الاساتذه الكبار، وارى برا.
يعني مع الأسف مع الأسف مع الأسف مع الأسف الحكومة والبرلمان في المغرب غير سينما وديكور. إيوا أنت غتشوف دابا الزلزال اللي غيكون بالنسبة للحزب العدالة والتنمية، وغتشوف تشوف الحريرة اللي غادي تنوض عندهم، لأنه أصلا نهاية العثماني ونهاية بن كيران اللي أصلا خدا الريالات وصافي وتكمش ريح الأرض، هذاك هو اللي ضربها ضربة معلم. إنما بان النفاق السياسي، والحق يعلو ولا يعلى عليه الإخوان، الحق حق. انا اللي كيهمني من هادشي كامل ماشي قضية التطبيع او لا مكتب اتصال، هادشي والله ما تيهمني، والله ما تنتسوق ليه، وليني المخطط ديال جلب اليهود دخلهم تخليهم يدخلوا عندك. انا كنت تلاقيت معاهم غير في فيفري، كان دون فيفري تلاقيت معاهم في اوريكا، والله حتى نفسي ما عزت منهم، فما بالك تعود تشوفهم وداخلين عندك وما غيدخلوش عندك بديك الـ بديك الـ ديال ديال التور، ديك الدرافي ديال التور، غيدخلوا هذول غيدخلوا محيحين. علاش؟ لانه معطيهم فو فيغ يديروا اللي بغاو. يعني الامور سيئه سيئه الواحد واحد واحد الدرجه ما كتصورش. والناس اللي كيظنوا ان التطبيع مع اسرائيل وفتح المجال ليهم غيفتح استثمارات وغيخدموا الشباب وبلا بلا بلا وغيداروا شركات، هادشي راه كتحلم. ونتحدى اي واحد يجبد لي بلاد وحده طبعت مع اسرائيل وطلعت، بلاد وحده ذكر لي بلاد وحده طبعت مع اسرائيل وطلعت. شنو هي اسرائيل؟ كتنهب، كتجر، كتاخد، كتعطيش، والله لا عطاتك، تقدر تبيع لك سلاح وين غضربك تتنقص. يعني الامور الاخوان راها غاديه بزاف بزاف بزاف، وحنا مع الاسف في ظل الاوضاع المزريه ديال الوعي اللي كاينه في الشعب، وفي ظل الوضع الكارثي ديال الثقافه عند الطلبه وعند التلاميذ، وفي ظل نسبه الاميه الكبيره والمنتشره والاميه وقله الوعي السياسي، يعني راه ما عندناش مقاومه. كاينين الناس متابعين وليني ما كافيش، الشعب راه مغيب تماما، ما كاينش ضاربه مع المرقه. لطيفة قالت لك سيدي ما هدرتش على اردوغان، بدا كيعطيه مبررات، ونزيدك راه حيد الفيديو ديال اردوغان. لطيفة كبري معايا عقلك شوية، واش حنا كيهمنا معتز ولا كيهمنا المغرب؟ خلي معتز على جنب. معتز واحد كيهضر كيجيبوا ليه معلومات كيقدمها وكيجيبوا ليه ادله، ولحد الساعه ما نقدروش نتحداك انت بنفسك يا لطيفة انك تقدري تنكري داكشي اللي قال معتز مطر، علما ان معتز مطر ما تيهوش من عنده. معتز كيجيبوا ليه وعنده معدين اللي كيجيبوا ليه الاخبار وكيجيبوا ليه الفيديوهات ويجيبوا ليه باش يهضر، غير هو مقدم برامج فقط، ماشي شي رجل سياسي كبير ولا شي حاجه، ما يقدرش. مع ذلك ما تقدريش تنكري داكشي اللي تيقول. يعني حنا شوهنا من الاخر، شوها. اش غنقول لك؟ يهدر، هو يهدر على اردوغان، ما يهدرش. انا نقدر نبرر لك ولو انني كنشوفه كيهاجم، ماشي ما كيبقاش يدير. بالنسبه للفيديو يقدر يحيدو لانه كاين تما، راه عندهم. الا اختاتو تركي شكون غادي؟ راه غيلقى راسو معلق في مصر، غيعلقوه في الباب ديال مصر، غيعلقوه، من حقه يخاف على راسو. تفهمنا؟ مع ذلك انا لا اعطيه مبرر ولا شنو، الحق حق. اردوغان راه مطبع قبال وسياسي كبير، سولو غير على البيران وعلى الشراب، قال لي ما غنقدرش انا نحيد القمار والدعاره وهذه وهذه، لانني خليتها تجي الاجيال الجايه. انا دابا في طور تكوين جيل اللي غيهز الرايه، وهو بنفسه من اللي غيكبر غيحيد داكشي. يعني حنا المشكل ما عندناش لا جيل طالع، حنا باقيين داوين عليه، هما في الزناقي كيتناقزوا مع البوليس. يعني الاخوان الامر خطير، بلا ما نكذبوا على روسنا، ما هادشي ما فيه لا معتز ولا غير معتز. خدم هذا عندك وغتفهم. انا لخص لك من الفيلم باش يقول لك الصهيوني، يقول لك اجمل ما في التطبيع من المغرب هو نساء المغرب، يعني هادو ناويين عارفين شنو جايين يديروا. وكنقول لك ان المغرب كانت وجهه ديالهم، كان مطمع ديالهم في المغرب باش يجي ياسسوا المملكه ديالهم الكبيره هنا في المغرب قبل ما يموت تيودور هرتزل اللي هو المؤسس ديال الحركه الصهيونيه. دخلوا قراوا على الحركه الصهيونيه وغتتابعوا وغتعرفوا بزاف تاع الحوايج. يعني انا اللي كيهمني في هذه الحلقه كلها، في هذا الفيديو كامل، في هذا اللايف كامل، هو جواب الحكومه المغربيه على الحركه اللي دارها نتنياهو، وبين الخريطه ديال المغرب مقتطع منها الصحراء المغربيه. صرفيقه صرفيقه.
شنو هو الجواب ديالنا؟ يلا وريني الحكومه، وريني السي بوريطه داك النقاش ديالك، وريني اش غتقول ليه. خرجوا ديروا تنديد وديروا عتاب وديروا تهديد نتنياهو، قول لي بالله غنلغيو هذا الامر كامل. خرجوا عاود فيديو، فرضوا عليه، جيبوا الكرامه ديالنا، فرضوا عليه باباه الكلب يدير فيديو فيه الخريطه كامله. معتز مطر اللي ضحك علينا في هذه القضيه راه ضحك، عنده الحق يضحك، لان شوفوها. وانت كتهضر كتقول انا هضرت مع ملك المغرب ودرت وضحكنا واتفقنا ودرنا وفعلنا، وفي الاخر في نفس اللحظه كتبين ليه، كتقول ها انت ملك المغرب شوف راه الصحراء راني مقتطعه، ودير واحد الضحكه وكيستهزأ. يعني الامر راه بات واضحا لا يقبل الشك. انسان موضوع خطير وخطير 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 جدا. هنا غنسد هذا الموضوع ديال التطبيع، لانني قلنا اللي عليه وشرنا ليه، واللي كيكذب راسو يدخل يقرا. خلي من البلا بلا ديالي انا ولا البلا بلا ديال واحدين اخرين، دخل خدم عقلك وقرا وسمع. ما غاديش نطول في هذا اللايف، بغيت نهضر على واحد النقطه اخرى، وهي ازدياد ديال المصابين بكورونا في اليوسفيه. كاينين حالات مصابه كثيره وعرفتها فين كاينه، والناس ما مشاش عند الطبيب. الناس ولات كتمشي تشري الطبيب وكتجلس في ديورها. هذا الشيء علاش كنقولوا لك، كنقول لك انتبه وانت خارج، انتبه وانت خارج، دير لك ماما ماشي على قبل البوليس، دير لك ماما على راسك، وحاول تبعد، لان الامور خطيره وخطيره جدا. وراه ناس كثار ماتوا لينا كنعرفوهم، لا هنا في الرمل ولا في الرايه ولا في العرصه ولا في الكاري، يعني بزاف تاع الناس كنعرفهم انا ماتوا ساكن الكورونا. لهذا خافوا على راسكم وخافوا على والديكم. احنا بالنسبه للتلقيح باقي ما كاين حتى شي حاجه عليه اللي نقدروا نهضروا عليها، باقي ضبابيه كبيره كاينه. اللي غنوصيكم عليه، اللي خرج انتبه مزيان، وسيرتو في الاسواق، سيرتو في التجمعات، راه ما كاينه سلامه، راه الناس مراد وجامدين في ديورهم، وكاين اللي ما تيعيطش كاع ما تيقولهاش، كيخاف لا يتفضح. انا درت واحد المنشور، درتو فيه واحد الوصفه طبيه ديال المرضى بكورونا اشنو يشريو. واحد السيد الله يجازيه بخير دخل قال لي ودي حيدوا، راه الناس غيكونوا امراض، وهادي راه بطبيعه الحال انت ماشي غتمشي وغتشري الدواء وانت ما عارفش اش عندك. بطبيعه الحال الا كان عندك امراض وحساسيات راه ما غتمشي تشري الدواء. غير هو انا علاش درت هذاك الفيديو، هذاك المنشور وهذيك الصوره، درتها على قبل الناس بزاف تواصلوا، قال لك ودي فيا كورونا وانا عارف فيا كورونا وما باغيش نمشي للسبيطار، غيديروا لي شي حاجه غيقتلوني، عرفتي ديك الهضره. قلت له ودي راه الادويه هاي كاينه، على الاقل دير هادشي، وليني راه خاصك تمشي للطبيب، خاصك تمشي للطبيب. قالك ودي حنا راه كنمشيو للجبورات ما تيقبلوناش، تيقول لك سير دير فعال جلس في دارك، تنجو عندك تنعيطوا لك في انتظار داكشي. انا خاصني باش ندير داكشي، علاش قلت ليه انا ها لا ليست تاع الادويه اللي كاينه ومخرجها طبيب، شريها، وليني انت اللي كتحمل مسؤوليتها. عوض ما تمشي تجلس في دارك وانت مريض وانت ما عارفش شنو عندك، هاللي كاين. هذا علاش، هذا توضيح بالنسبه للناس اللي شافوا هذاك المنشور ديال ديك الروشيتا ديال الطبيب اللي فيها هذيك الادويه. متفقين الاخوان، هذا هو اللي كاين. نعاود نذكركم، كاينين الناس حالات مرضيه كبيره ديال كورونا في اليوسفيه، الناس مخبيين ما تيبانوش ما تيديكلاريوش، وهذا الشيء غير اللي عرفناه، يعلم الله اللي مستور. ملي تكونوا خارجين الاسواق انتبهوا، دير لك ماما لنفسك، ماشي على قبل البوليس ولا قبل شي حد اخر، لان الوقت مخلطه بزاف، ولا لاحظتوا ما بقاوش كيتذكروا كاع سميتو. حنا ما نبغوش الاذى لا لينا ولا لوالدينا ولا ليكم ولا لوالديكم. انا اول واحد كنلوم راسي الا خرجت، يعني انا والدي تيجلسوا في الدار ما تيخرجوش، الا مشيت جبت المرض غنجيبو انا الاول ليهم. وانا كنعرف حاله في اليوسفيه جابت المرض، جابتو لدارهم وتوفى واحد السيد من العائله عندهم، الله يرحمه ويوسع عليه. يعني ما نبغيش انا يوقع ليا هذا الامر هذا، والا غنبقى نتلام عليه حياتي كلها. هذا هو اللي كاين اخوان، شرنا لكم. نشوف صفاء شنو قالت، الله يطيب بينه وصافي، كنتمنى من الله اللي جاي ما يكونش كفس من اللي داز، نتمنى الله. بالنسبه لهذا هذا اللايف حنا قلنا فيه اللي كاين، شكرا لكم كاملين، وحاولوا تفكروا في الكلام اللي قلناه، وما تسمعوش لاي واحد، لا معتز ولا هذا ولا هذا، خدم عقلك وعرف. على الاقل خاصكم تفهموا انه هذه المساله ديال الصهاينه اللي غيدخلوا عندنا البلاد راه ماشي هي هذيك، راه استعمار جايك، واستعمار على اعلى مستوى. انتبهوا، الموضوع راه كبار من احنا كشعب، وكبر من الحكومه، وكبر من حتى المغرب العربي على راسه.
يعني باش يطيحوا المغرب راه ماشي شي حاجه سهله. نتمنى على الله ان الدوله تكون واخده احتياطاتها. حنا كنهضروا غيره على البلاد وخوفا على المغرب وخوفا على الحكومه وخوفا على الملك وخوفا على بزاف تاع الامور. يعني نتمنى على الله تكونوا قدرتوا وفهمتوا هذه القضيه. فكر مزيان في هذا الكلام ودخل تقف راسك وشوف، ما تبقاش غير حال فمك. مساله راها كبيره وخطيره جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اسمحوا لنا طولنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.